شباب، مساء الخير عليكم. النهاردة يمكن هنكمل في كورس الالكتريكال انجينيرينج، ونتكلم بقى عن اخر موضوع وهو الاي سي سيركتس، الدوائر اللي هي بتاعة التيار المتردد، بقى مش التيار الثابت. يمكن احنا في كل المحاضرات اللي فاتت زي ما هو واضح قدامكم كده، يمكن اتكلمنا عن طرق لحل المسائل في حالة ان التيار بيكون ثابت اللي هو الدايركت كارنت. المرة دي يمكن احنا هنشتغل بقى على التيار المتردد. هناخد انترودكشن عن الموضوع، وهنبدأ ناخد 3 حالات سبيسيفيك نحل عليهم، والشكل ده نبقى خلصنا الكورس بتاعنا وشرحنا كل يعني اللي احنا كنا عايزين نوصله لكم فيه. الليكتشر دي يمكن هنتكلم عن introduction to AC زي ما قلنا، وبعد كده هنتكلم ازاي اتعامل مع الـ AC circuit اللي فيها resistance بس، او الـ AC circuit اللي فيها inductance بس اللي هو الاندكتور ملفات، او AC circuit فيها capacitance بس. وبعد كده بقى ناخد الـ3 حالات اللي احنا بنتكلم عليهم كنا، اللي هي دايرة الـ AC اللي ممكن يكون فيها resistance و inductance، او resistance و capacitance، او ريزيستنس واندكتنس وكاباسيتنس مع بعض كلهم ان سيريز. وهم دول يمكن الـ3 حالات اللي احنا هندرسهم في الاي سي. في البدايه كده، الكهرباء اللي احنا بتوصل لنا في البيت دي اي سي مش دي سي، يعني هي تيار متردد مش تيار ثابت. طب احنا ليه درسنا الثابت؟ لان عن طريق التيار الثابت، لان فكرته اسهل، نقدر ان احنا نفهم بوادئ الكهرباء والقوانين الرئيسيه اللي فيها. لكن في الاصل طبعا الكهرباء اللي بتجي لنا هي alternating current circuits اللي هي AC circuits. يعني ايه AC؟ يعني تيار متردد، يعني بيتغير مش ثابت زي الدي سي. يمكن احنا في الدي سي اللي احنا عارفينه كويس ان التيار كان عامل عندنا هو الفولتج كده، اهو رقم ثابت مثلا 5 فولت او 20 امبير او وات ايفر. هنا يمكن لا، ده الشكل الحقيقي يمكن للفولت والتيار بيبقوا عاملين ازاي، بيبقوا عاملين على شكل ساين ويف. درسنا احنا ازاي نتعامل مع الويفز يمكن قبل كده في مرحلة ثانوي وحتى كمان في اعدادي، ويمكن الشكل اللي هو بتاع الويفز ده احنا عارفين الملامح بتاعته بتبقى عاملة ازاي. اول حاجة بيبقى فيه القيمة اللي هي الاكبر، اللي هي اللي يسموها الامبليتيود لو الناس تفتكر، اللي هي الفي ماكسيمم. وبيبقى فيه تايم اللي هو البريودك تايم اللي بتخلص عنده الموجة، يعني طبعا الساين ويف دي الموجة اللي بتمثل الكهرباء، هي موجه بس من نوع الساين يعني. وفي فريكوانسي التردد، وبيبقى في بيريودك تايم زي ما قلنا، وفي التايم ان سكند. المهم ان الشكل ده لو حبينا نعبر عنه رياضيا هتبقى المعادله دي هي اللي بتاعته، اللي هي ان الفي يساوي الفي ماكسيمم اللي هي اكبر قيمه ممكن توصل لها الموجه، ساين يعني دي ساين ويف، 2 في باي، باي هنا اللي هو ال 3.14 او هيبقى 180 لو انت بتتكلم عن الزاويه، في الفريكوانسي في التايم. يمكن ده الشكل اللي عايزين نتدرب عليه شويه، وهنفترض ارقام فيه. لو قلنا مثلا دي 50، وقلنا ان التايم اللي هنا اللي خلصت عنده الموجه كان 0.02 سكند. عايزين نشوف بقى الحاجات الباقية نطلعها ازاي. عايزين نشوف فريكوانسي نحسبها ازاي، الاكسبريشن نفسه اللي هي المعادلة الرياضية دي نكتبها ازاي، بس مش عايزين نكتبها بقى ان هي بتساوي في ماكسيمم او امبليتيود، لا عايزين نكتب قيمته بقى. وعايزين نشوف الفريكوانسي اللي بعد ما نطلعها ونجيب منها الاوميجا، عايزين نشوف الارقام دي بقى، نعبر عن الموضوع كله بارقام. اول حاجة واضح ان البريودك تايم اللي هو التي ده بيساوي 0.02 سكند، ده معناه ان الفريكوانسي اللي هي المعكوس بتاعه بقى اللي بتساوي 1 على تي هتبقى بتساوي 50 هرتز. ويمكن ده من احد القوانين المشهوره قوي، ان الفريكوانسي بتساوي مقلوب البريودك تايم. من الفريكوانسي اقدر اجيب الاوميجا، الاوميجا واضح انها بتساوي 2 باي اف، معايا الاكسبريشن ده هو ده، من الاوميجا هتساوي 2 في 3.14 على الباي في الاف اللي هي هتبقى 50، يعني هتطلع 314 راد بير سكند. تمام، انا
كده عرفت اجيب الاوميجا، انا عايز اوصل للفورم دي، الاوميجا عرفت اجيبها، التي دي بتتغير لان كل لحظه بتتغير فيها التايم، عايز اجيب الفي ماكسيم، هو اصلا مديهوني اللي هي اكبر قيمه، انا هنا فرضت ان هي 50، لو كان الرقم ده 100 كانت هتبقى 100، هنقول ان الفي ماكسيمم بتساوي 50، يبقى اذا الفي او الاكسبريشن اللي يعبر عن الساين ويف دي البريودك تايم بتاعها 0.02 سكند والماكسيمم بتاعها 50، هتساوي 50 يعني ده الفي ماكسيمم ساين المفروض اوميجا تي، تي بتنزل زي ما هو، الاوميجا انت حسبتها طلعت 314 تي. فاذا الاكسبريشن ده هو اللي بيعبر عن الرسمه اللي موجوده هنا دي. مهم الموضوع ده، مهم ان احنا نعرف نحول الرسمه لاكسبريشن او نحول الاكسبريشن لرسمه، ده ممكن يكون موضع سؤال يعني مهم. تمام، خلينا نتكلم بعد كده بقى شويه عن التطبيق. احنا عارفين ان كل الدوائر اللي درسناها باستثناء المحاضره الاخرانيه اللي هي المحاضره رقم 8 كانت بتتكون من ريزيستنس بس. طب كان كل الكلام ده في حاله الدي سي، طب في حاله الاي سي نفس القوانين، الاي برضو ايكوال في على ار، بس في الحاله دي بقى الفي مش رقم ثابت، الفي اكسبريشن، فهيبقى الاي هو كمان اكسبريشن نتيجة ان الفي اكسبريشن زي ما انت شايف هنا كده، في تساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي او 2 باي اف تي، بس ان الاوميجا هي 2 باي اف. فنفس الكلام التيار، طب هل الاوميجا دي هي نفس الاوميجا، اوميجا بتاعت التيار هي نفس الاوميجا بتاعت الفولتج؟ اه. طب والتيار اللي هو الاي ماكسيمم هو نفسه الفي ماكسيمم؟ لا، الاي ماكسيمم بيساوي الفي ماكسيمم على الار، بس ده حاله ايه؟ لو انت في ريزيستنس بس اللي عندك في الدايره. يمكن الشكل ده يوضح لك الموضوع شويه، اللي فوق ده يمكن الساين ويف بتاعه الفولتج، اللي تحت الساين ويف بتاعه التيار. طب هي ليه اقل منها؟ طبعا لازم تكون اقل منها لان هي مقسومه على الريزيستنس، تمام، لكن هما الاثنين عندهم نفس البريودك تايم زي ما انت شايف كده اللي هو مقلوب الفريكوانسي يعني، ونفس طبعا مؤكد الفريكوانسي. خلاص، بدل ما احنا عندنا ريزيستنس بس في حاله ان احنا عندنا اي سي كارنت. طيب المشكله ان احنا عايزين نتعامل مش بالماكسيمم بقى، عايزين نتعامل عنه او مع الموجه دي كرقم، مش نقعد كل شويه نكتب الاكسبريشن ده، عايزين رقم بيعبر عن الموجه دي، متوسط مثلا. لو حاولت تحسب المتوسط بتاع الموجه ديت هتلاقي ان اللي فوق اللي هو ده زي اللي تحت اللي هو ده، او خلينا نلونه بلون تاني عشان تبقى الصوره واضحه لك، تلاقي ان اللي فوق هو زي اللي تحت اللي هو ده، الافرج بتاع اللي فوق واللي تحت كده هيبقى صفر لان هو زي بعض بالظبط. طيب ايه الحل؟ قال لك الحل ان احنا نحسب حاجه اسمها روت مين سكوير فاليو او افكتيف فاليو، ليها اسماء كتير وده حاجه مشهوره جدا في علم الاي سي بقى سيركتس، اللي هي الروت مين سكوير فولتج اند كارنت. قال لك بتساوي ايه؟ قال لك الروت مين سكوير فاليو دي بتساوي الفي ماكسيمم مقسوم على جذر 2، او كارنت بتاعها بيساوي الاي ماكسيمم مقسوم على جذر 2. وفي الحاله دي لو انت حبيت تستخدم الفولتميتر او الاميتر عشان يقيسوا لك اي سي، مش دي سي زي ما شفنا في المعمل، لا اي سي، هيقيس لك الافكتيف فاليو اللي هي بتشبه الدي سي فاليو بس في الاي سي بقى، مش هيقيس لك الموجه لان هو مش هيعرف يقيس الموجه، هو بيطلع رقم في الاخر، الرقم اللي بيطلعه ده الافكتيف فاليو اللي هي بيساوي الفي ماكسيمم على جذر 2، او لو تيار هيبقى الاي ماكسيمم على جذر 2. تمام، في حاجة تانية برضو ناس بتستخدمها، ساعات تستخدم الماكسيمم او بيك فاليو، الافريج فاليو دي حاجة تانية بيستخدموها لان باللوجيك كده كلمة الافريج على الموجة اللي هي ديت اكيد هيكون بيساوي صفر لان اللي فوق زي اللي تحت، لكن المعترف بيه واللي احنا هنشتغل بيه ان احنا لما عايزين نعبر عن الموجة دي برقم واحد بس هنقول ان الفي ايكوال في ماكسيمم على جذر 2. تمام، عايزين نتعامل بقى مع دوائر اللي هي كنا اتعاملنا معاها في الدي سي في الاخر، اللي هي دايره فيها اندكتنس بس. قال لك ماشي، مش احنا عارفين من المحاضره اللي فاتت ان الفي ايكوال ال في الدي اي عد تي. المحاضره اللي فاتت قلنا ان في الدي سي مفيش تغير في التيار، ما هو رقم ثابت، فالتغير بيساوي صفر، فاذا الفولتج في الدي سي اللي على الاندكتنس لازم بيكون بيساوي ايه؟ زيرو، لان مفيش تغير في التيار. ليه سي لا في تغير في التيار؟ ليه؟ ما هي موجه، تياره عمال يتغير.
اذا في تغير، فالدي اي على الدي تي ده مش هيطلع بيساوي صفر، هيطلع بيساوي اكسبريشن. خلاص اوكي، خلينا نشوف. لو قلنا ان دي الاكسبريشن اللي بيعبر عن الموجه بتاعت الفولتج، عايزين نجيب التيار بتاعها، يبقى ده التيار لو انت حاولت تشتغل عليه هيبقى عامل كده. ده يمكن التيار اللي انت شغال بيه، حاولت تكمل تاني علشان توصل للاكسبريشن اللي انت شغال منه، ان انت عايز توصل ان ال V equal ال L على ال دي اي على ال مضروبه في دي اي على الدلتا تي، هتلاقي في الاخر ان الاي ماكسيمم اللي بيعبر عن الدايره ديت بيساوي ناقص الفي ماكسيمم على الاوميجا ال، which means ان الاي بيساوي الفي على 2 باي اف ال. طبعا هنا احنا بنتكلم على الار ام اس كارنت بقى، which means اكتر، وده اللي يهمني بقى من الاثبات ده كله، ان الاكس ال بتساوي 2 باي في اف ال اوميجا ال يعني. طب ليه بقى، يعني ليه احنا وصلنا للاكسبريشن ده، وايه اكس ال دي؟ بص، احنا كلنا او في كل الدوائر الكهربيه احنا شغالين اساسا بالقانون بتاع اوم، في ايكوال اي في ار، الار دي بتتقاس بالاوم والفي بالفولت والاي بالامبير. المشكله ان احنا عشان نتعامل مع اي اليمنت تاني بتخش وحدات تانية في الموضوع، يعني دي بتتقاس بحاجة اسمها الهنري اتش. طب اتش ده مش هينفع يطبق عليه القانون ده، فانت لازم تحول الاتش ده لاوم. تحوله ازاي؟ عن طريق انك تجيب قيمة بتاعت الاندكتنس دي او ال دي وتروح ضاربها في 2 باي اف، فتديك اوميجا ال. الاوميجا ال دي هي الاكس ال اللي احنا بنتكلم عليها. وعلشان يبقى الموضوع منطقي اكتر هنقول ايه بقى؟ هنقول ان الاكس ال ده مش رقم عادي، ده رقم كومبلكس. ليه رقم كومبلكس؟ لانه اصلا ما كانش كده، ده انت اللي عايز تحوله علشان تعرف تطبق عليه قانون اوم. فيبقى الاكس ال ده دايما لازم يكون جنبه جي وبيساوي اوميجا في ال. طيب لو في كاباسيتنس، الفكره شويه مشابهه للموضوع. انت عارف ان الاي بيساوي سي على دي في على في دي في على دي تي، حاولت تشتغل وتطبق القانون وتشتغل وتكمل الاثبات للاخر، هتلاقي في النهاية ان الاكس سي اللي هي برضو نفس الفكرة اللي احنا عايزين نحول السي لاكس سي علشان خاطر تبقى بالاوم، عشان اقدر اطبق عليها القانون بتاع اوم اللي هي الفي ايكوال اي ار، او الفي ايكوال اي في الحاجة اللي هي موجودة او الاليمنت اللي موجود في الدايرة، هتبقى الاكس سي بتساوي واحد على اوميجا سي. بس عشان برضو دي حاجة خيالية وانت اللي عامل القانون ده مش هو اللي فعلا موجود، هتبقى الاكس سي بتساوي سالب جي في واحد على اوميجا سي. المره دي انت هتدي للاكس سي سالب جي، تضربه مش في اوميجا سي بقى، في واحد على اوميجا سي. بينما في ال هتبقى الاكس ال بتساوي جي في اوميجا ال. خلينا نختصر بقى الكلام اللي قلناه كده عشان نبدا نخش على الثلاث حالات الخاصه بتوعنا. احنا عندنا اليمنتس وفولت وتيار. الفولت هو اي سي، هيبقى عامل كده اهو، انت هتحوله ل في ار ام اس، بتساوي ايه؟ بتساوي في ماكسيمم على جذر 2. فين الفي ماكسيمم؟ اهي. تمام. في حاجات تانية مهمه، في لازم تبقى عارف الفريكوانسي. ليه؟ لانك هتستخدمها عشان تجيب الاكس ال او الاكس سي وتعرف تشتغل الدايره بتاعتك. طب الفريكوانسي بتساوي ايه؟ مقلوب البريودك تايم اللي هو ده. لو تيار عامل كده اهو، نفس الكلام هيسرع التيار الاي ار ام اس، ده اي كده هتساوي اي ماكسيموم اللي هو ده، مقسوم على ايه؟ على جذر 2. نفس الكلام بقى فريكوانسي و ال 1 على تي، وانا برضه هتبقى ايكوال 1 على تي. خلي بالك ان في نفس الدايره لازم يكون الفريكوانسي بتاع التيار هو نفس الفريكوانسي بتاع الفولتج، ونفس الكلام بالنسبه للبريودك تايم، لكن قيم الار ام اس نفسها تبقى مغيره. حاجه كمان، في زوايا، يعني انت هتلاقي ان الفي دي انت لما تيجي تعبر عنها هتعبر عنها في ار ام اس قيمه وتديها زاويه.
غالبا احنا بندي زاوية الفولت زيرو. طب التيار؟ لا، التيار ممكن يكون زيرو وممكن يكون لا، هو هيساوي اي ار ام اس، فالتعبير بقى اللي احنا بنعرف نحسب بيه على طول او بتشتغل بيه الاجهزة اللي بتقيس في زاوية فاي. فاي دي هنشوف ازاي ممكن نحسبها حسب الدايرة الصغيرة. طيب تمام، حلو خالص. الاليمنتس بقى، احنا عندنا ريزيستنس، الريزيستنس قيمتها ار، تفضل قيمتها زي ما هي لان هي الاساس، هي اساس قانون نيوتن ان في ريزيستنس ودي وحدتها ار. طيب لو عندنا اندكتنس، لا الاندكتنس دي هي بتبقى قيمتها ال، بتتقاس بالهنري. انت لازم تحولها لحاجه تشبه الريزيستنس، تبقى اندكتنس برضو تبقى قيمتها جي اكس ال. اكس ال ده بيساوي 2 باي اف في ال اللي هي اوميجا ال. ليه بعمل كده؟ علشان يسري عليها قانون اوم فاقدر اشتغل بالقوانين انا عارفها من الدي سي. طيب لو عندنا كاباسيتنس قيمتها سي، بيتقاس بالفراد، دي وحده قياس واساس، او مايكرو فراد او ملي فراد او وات ايفر، ودي نفس الكلام لو هنري او ملي هنري او مايكرو هنري. طيب عايز احولها لايه؟ مشيش معايا انها تبقى كده، انا عايزها تبقى كاباسيتنس. كاباسيتنس دي هتبقى قيمتها ازاي؟ او يسموها كاباسيتور رياكتور، تبقى اكس سي سالب جي، مش سالب جي كده، في واحد على اوميجا سي اللي هي طبعا الاوميجا هنا 2 باي اف زي ما انت عارف، هتبقى سالب جي في اكس سي. طبعا سالب جي هتحطها هنا، هتحطها هنا، لكن مش بتتكرر تاني يعني. شوف انت عايز تعمل ايه، خلينا نمسحها من القانون عشان انت ما تتلخبطش، وتبقى هنا سالب جي في واحد على اوميجا سي اللي هي اكس سي بلس. تمام، الملخص ده مهم قوي وهيفيدنا كتير دلوقتي لما نحل بعد المعادله. حقيقه ان مفيش حاجه اسمها دايره فيها بيور كويل، يعني فيها كويل بس، لا هو لازم لو في كويل فاكيد انت شده من ناحيتين في سلك عادي، مش بس مش كل السلك ملفوف، في طرفين منه، فاكيد في ريزيستنس، ممكن تكون اقل منها ممكن تكون اكتر منها حسب الوضع عامل ازاي. الحقيقه ان هو من ضمن الاحتمالات ان هم ممكن يكونوا متوصلين سيريز زي ما انت شايف كده. طبعا هنا ده كويل وعلاقته بالريزيستنس اللي هي اللي جنبه دي ان هي سيريز معاه، ومتسلط عليهم فولتج اي سي طبعا بناء عليه، فالكويل مش هيبقى شورت سيركت، او هيبقى شورت سيركت لو دي سي، لكن لو اي سي مش هيكون شورت سيركت. احنا عايزين نحسب التيار، قال لك خلاص دول مش هما سيريز يتجمعوا على بعض، فيبقى التيار بيساوي في على ار بلس جي اوميجا ال. التيار في الحاله دي لازم هيطلع له زاويه، ليه؟ لان ده يعتبر رقم كومبلكس. الجي هنا لما تيجي تشتغل على الكالكليتور هو الاي اللي موجود في الكومبلكس، كل ما عليك انك بتعوض في القانون بتكتب ارقام بس. هنشوف ازاي دلوقتي في اكزامبل. بيطلع التيار له زاويه زي ما انت شايف كده، الزاويه دي هي اللي بيحسبها لك الكالكليتور، هي بتعبر عن حاجه اسمها الفيز انجل، الفرق ما بين زاويه الفولت والتيار. طب ليه ظاهره في التيار؟ لان انت فارض ودايما هتفرض كده ان زاويه الفولت هي اللي بزيرو. تمام، في حاجه اسمها الباور فاكتور، دي اللي هي انك انت بتعمل كوزاين للزاويه ديت، بيطلع حاجه اسمها الباور فاكتور. دي حاجه يعني يمكن ادفانسد شويه انا مش ههتم بيها، بس دي حاجه بتهم الناس اللي بيشتغلوا في مجال الباور سيستم، او بيشتغلوا في كهربة المصانع او كهربة المجتمعات او غيره. طيب التوتال ريزيستنس او الايكويفالنت ريزيستنس للاثنين مع بعض بيسموها كومبلكس امبيدنس، ورقم والاسم ده مهم قوي، ويدوها رمز زد اللي هي بتساوي ار زائد جي اكس ال اللي هي جي اوميجا ال. لو انت عايز تحسب الماجنتيود بتاعها يبقى سكوير روت الار سكوير زائد اوميجا سكوير في ال سكوير. خلينا ناخد اكزامبل كده، ده اللي هاببني اكتر انك انت تشوف عامل ازاي. يعني يمكن دي دايره هو طالب منك انك تحسب التيار والفيز انجل، طبعا الفيز انجل كده كده بتطلع في حسابات التيار. منتهى البساطه كده الدايره دي طبعا يعني بسيطه جدا عشان انا مش عايز نتبحر بالتفصيل في الاي سي. اول حاجه الفي هنتعامل معاها على ان هي 100،
وقلنا هنديها زاوية بقى دايما ان هي زاويتها صفر، عشان وانت بتعوض في الكالكوليتر يبقى كله عندك له قيم وزوايا. بعد كده في ار، الار دي بتساوي 100 اوم، هتعامل معاها زي ما هي كده مفيش مشكلة خالص. ال ال مش هقدر اطبقها، هطبق عليها قوانين وهي كده، لازم احولها ل اكس ال في الاول، فاقول ان ال اكس ال بتساوي 2 باي اف في ال، يعني هتساوي سوري يعني هتساوي 2 في 3.14 في، هو قايل لك ان هي هنا ب 50، هو اللي قايل س في ال ال، ال ال هنا ب 0.2 هنا دي، يعني هتطلع بتساوي جي 62.8 اوم. انت كده حولتها لاوم، حولتها من هنري، هي يعني وحدتها هنري، حولتها لاوم لاوم عشان تطبق قانون اوم العادي. طيب ما دول سيريز، عايز احسب الايكويفالنت بتاعتهم اللي هي الكومبلكس امبيدنس اللي اسمها زد، تبقى الزد دي بتساوي ار زائد جي اكس ال، جمعتهم بس لازم احط الجي هنا لان الجي هنا هي الاساس. طيب يعني بتساوي ايه؟ يعني بتساوي 100 زي ما هو كان قايل زائد جي 62.8. طب عايز اجيب التيار، منتهى السهوله بالقوانين اللي احنا عارفينها، التيار قيمه وزاويه بقى، عشان كده احط شرطه فوق ايه؟ هيساوي الفي على الزد، يعني هيساوي 100 زاويه صفر على الزد قيمتها تبقى زي ما هي كده 100 زائد جي 62.8، يطلع معاك الإجابة 0.85 زاوية سالب 32. في زاوية سالب 32 طبعا اديته. ده سهولة نقدر نحسب الموضوع. أهم حاجة إن إحنا لازم نحول الـ L لـ XL، وفي نفس الوقت برضو لازم ما نهملش زاوية التيار. طبعا الفيز أنجل هي الـ 32 ديت اللي طالعة معاك، وقيمة التيار اللي هي 0.85 اللي هو عايزها اللي هي الـ RMS current. تمام. طيب مش ده بس الاحتمال اللي قائم، في احتمال تاني ممكن يكون قائم ان انت يبقى عندك ار سي سيركت ريزيستنس وكاباسيتنس في سيركت واحده، نفس الكلام بيمشي. طبعا انت بتجيب الاكس سي وتبدا تتعامل ان هي ان سيريز مع الار وتشتغل بنفس الطريقه، هيطلع معاك برضو ان التيار له زاويه، بس لو زاويه التيار بتبقى نيجاتيف لو انت شغال على اندكتنس، هتبقى زاويه التيار بوزيتيف لو انت بتشتغل في دايره فيها كاباسيتنس. ما يهمكش التفصيله دي قوي، انت كده كده هتشتغل وتعمل الحسابات. ده يمكن اكزامبل كده بسيط عن الموضوع عامل ازاي. زي ما انت بتتكلم كده هتروح حاسب الاكس سي، طبعا هنا وبيوريك ازاي انت تحسبها باستخدام الكالكوليتور، بس مش الكالكوليتور الجديد اللي هو بيحسب الكومبلكس. انا بالنسبه لي استخدم الكالكوليتور الجديد اسهل لك، لان دي حاجه دلوقتي بقت افوردبل ما فيش فيها اي مشكله خالص. هنقول نفس الكلام بقى ان الفي هتساوي 100 في زاويه 0، الاكس سي هيطلع بيساوي سالب جي 1 على اوميجا سي، خلاص عارفين ان الاوميجا 2 باي اف بقى، الاف المره دي هتبقى 1000، هتحسبها تشوف هتطلع معاك كام، هتطلع تقريبا الزد بتاعتك هتساوي الريزيستنس اللي هي الألف سالب جي 1592.356، هيطلع ان التيار
اللي هو بيساوي ال V على ال Z هيطلع بيساوي زي ما انت شايف كده 5.32 مللي امبير زاوية 57.9. نكمل برضو لو احنا عندنا بقى الحالة الثالثة والاخيرة واللي هي اللي لما بقى الموضوع كله مع بعضه، ان احنا عندنا دايرة فيها R و L resistance و inductance و capacitance مع بعض. الموضوع سهل جدا، خلاص احنا هنمشي بنفس الترتيب. هو يمكن ده كان assignment 1 انك هتحل المسألة دي، assignment 2 هتبقى حاجة تانية. انا هحل معاك جزء من assignment 1 ان انا هحلها لما كانت الفريكوانسي عند 159.2 هرتز. خلينا نشوف بقى كلها ازاي. اول حاجة ال V عندنا هتساوي 100 في زاوية 0. لازم ال R هتبقى رقم اللي جاية بيه اساسا ما بتتغيرش، تبقى 1000 اوم. ال XL هتبقى اوميجا او 2 باي اف في ال L، يعني هتساوي 2 في 3.14 في، هو كان قايل لك ان اول احتمال انت تعتبر ان الفريكوانسي 159.2 في 159.2 في ال L هنا بواحد، يعني في واحد هتطلع بتساوي ال XL لما تحسبها تطلع معاك تساوي 999.78. كده المفروض نحسب ال XC تبقى 1 على 2 باي في F C، يعني هتساوي 1 على 2 في 3.14 في 159.2 اللي هي الفريكوانسي في قيمه السي بقى نفسها اللي هي هتبقى، هو انا مديها لك 0.1 مايكرو فاراد، يعني 0.1 في 10 باور نيجاتيف 6. ليه 10 باور نيجاتيف 6؟ مايكرو، المايكرو دايما 10 باور نيجاتيف 6، النانو 10 باور نيجاتيف 9، الملي 10 باور نيجاتيف 3. مهمة قوي الحكاية دي، طبعا ده رمز المايكرو وده معروف جدا، يعني لازم الناس كلها تبقى عارفاه لانه ساعات الناس تتلخبط فيه. هتطلع ال اكس سي بتساوي 1000.22. طيب يبقى الزد بقى بتاعتنا هتساوي بقى مجموع التلاتة، ما هما كلهم سيريز، ار بلس جي، واوعى تنسى الجي في الاكس ال، ماينس جي في الاكس سي، يعني هتطلع بتساوي 100 او سوري 1000 بلس جي 999.78 ماينس جي 1000.22، يعني هتطلع ايكوال 100 ناقص جي 0.44. تاخد الرقم ده بقى كده تقول ان التيار بيساوي ال V اللي هي 100 زاوية 0 على Z اللي هي 100 اصل اللي هي 1000 ده 1000 زاوية 1000 ناقص جي 0.44. سيبها تطلع معاك في الاخر بتساوي الرقم ده 11.04 ملي امبير زاوية 30.83. هتعيد المسألة تاني لو الفريكونسي اتغيرت بقت 1592 بقى هرتز، ومرة تالتة لما تساوي 503.3 هرتز. في assignments تاني، في مسألتين. المسألة الأولانية بتقول لك ان انت عندك supply بيغذي resistance من سيريز مع 100 ملي هنري اندكتور، يعني اندكتور قيمته 100 ملي هنري. هو عايز يحسب الامبيدنس
اللي هي الزد والكرنت. في برضو اخر سؤال بقى ان هو بيقول لك عندك 200 فولت سبلاي، فولتج 200 فولت في دايره فيها سيريز سيركت كومبرايزنج 250 ريزيستور و100 مللي هنري اندكتور و159 نانو فراد. وخلي بالك هنا من النانو والملي والحاجات دي. كالكوليت الكرنت لما الفريكونسي كانت مرة 50 هرتز، وتعيد تاني مسألة لما كانت الفريكونسي ب100 هرتز. نهاية، أنا بشكركم جدا وأتمنى إن يكون الكورس ده كان مفيد والمحاضرة بتاعت الـ AC كانت مفيدة. هي محاضرة كوندنسد بس كل المعلومات اللي أنا كنت عايزك تعرفها في الـ AC أنا وضحتها لك وعملت هايلايتس على 3 important cases اللي هي RL circuit, RC circuit, RLC circuit. شكرا.